في لعيبة ناقصة شوية خبرة، لكن هذا يعني ما يعني إنه المنتخب راح يكون سيء أو المنتخب المستقبل راح يكون سيء. لسه زي ما قلت لك في لعيبة بتنقصهم خبرة، في لعيبة لسه ما أخذوا على جو المنتخب، لكن بس إحنا ما نعطي فرص للاعبين الصغار مشان إحنا نقدر، لأنه المشوار طويل قدامنا وما بتقدر تجرب في الفترة القادمة. وبنظام الاحتراف بعصر الاحتراف يعني صارت الفترة ما بتقدر تأخذ اللاعبين زي ما بدك. يعني الفترة يعني قبل عهد الاحتراف كنت تأخذ اللاعب شهر وشهرين وثلاث وتشتغل معه. صراحة تراجع مستوى المنتخب الوطني عائد إلى الدوري الممتاز العام. الدوري المحترفين بصراحة بده إعادة نظر في جميع الظروف. أولا الأندية تعاني من أزمات مالية، اللاعبين صارت نظرتهم خارجية للاحتراف الخارجي أكثر من الاحتراف الداخلي. إذا بنطلع إحصائيا على نتائج المنتخب من تصفيات كأس العالم لغاية هذه اللحظة، هو فقط 5 خسارات مع تعادل مع فوز واحد. إذن الكيرف الرسمي البياني في نزول، في وجود واضح وجود مشكلة. المشكلة يجب أن يكون هناك جلسة تقييم من الجهاز الفني مع المعنيين في الاتحاد ولتدارس في الأسباب والاقتناع فيها. كل مباريات الدوري وبنحط نقاط لمعظم اللاعبين المفضلين، وكل أسبوع عندنا جلسة على نفس اللاعبين، يعني إشي مدروس بنعمله. أنا واضح إن الاستراتيجية ما عم تزبط. أنا لاعب سابق ولاعب أردني وبعرف إن إعداد النادي يختلف عن إعداد المنتخب، وفترة 10 أيام إعداد لمباراة بحجم اليابان غير كافية على الإطلاق. في الفترة الأخيرة الكل نادى ببعض الأسماء إنها ترجع للمنتخب زي عبدوز زي أحمد الياس زي مجموعة من اللاعبين، لكن هذول اللاعبين فش في عندهم ألفة، وفي الفترة هاي أسسوا لمنتخب قادم لمنتخب شباب في الفترة الجاية راح يكون له شأن كبير، وتأسيس فريق بده تضحية وبده صبر وبده جرأة، فكانت الجرأة اليوم في تغيير جلد المنتخب في الفترة اللي فاتت. فعل الجماهير كان شوي يعني يمكن كانوا قاسيين شوي على المنتخب، لكن هذا منتخب هو منتخب للمستقبل زي ما صرح الكابتن عدنان حمد. احنا كمنتخب اردني يعني كأول مره في التاريخ بنوصل للي وصلناه يعني بالتصفيات كأس العالم، فانا بتمنى من الجماهير الاردني انه ما تعتب على الكابتن عدنان. فالكابتن عدنان اللي وصلنا اياه يعني انجاز كثير كبير. فاحنا صح الحظ ما حلفنا، المفروض احنا فزنا على المنتخب العماني والمنتخب العراقي. فانا استغربت من بعض جماهير انه هاجمت، او من بعض الاعلام هاجم الكابتن عدنان حمد، كونه كمان البطوله هاي مش مهم كثير زي كاس العالم او تصفيات اللي راح ندخل عليها اللي هي تصفيات اسيا. هون ببين المنتخب، لكن انا كابتن عدنان حمد دربني مدرب كبير ما بيستحق الا كل الاحترام. بطولة غرب اسيا يعني انا بدي احكي بهذه النقطة عن الكابتن عدنان. الكابتن عدنان ما بيحب يخدم الكرة الأردنية كونه صاحب القرار في المنتخب الوطني الأول. كان بإمكانه يبعث المنتخب ال 22 اللي موجود يحط معه لاعبين اثنين كونه مسؤول عن المنتخب ال 22. وعدم المؤاخذة يقعد على المنصة مثله زيه زي بقية المدربين زي جوارديولا مشان ما تنحسد على المنتخب الوطني. معظم اللاعبين اللي لعبوا وكانوا موجودين معنا هم مواليد 91 وما بنحكي عنهم صغار، لكن المستقبل قدامهم، وهذول الناس كلهم كانت طالب فيهم بالدوري. بغض النظر يعني احنا نحترم المواقع الالكترونية، بنحترم الناس اللي طلعت تحلل، لكن احنا بنتمنى انه نسمع تحليل انه ساعدنا احنا يعني الناس اللي بتنتقد انه احنا نتعلم من النقد البناء نستفيد منهم وهم يحكوا، مش النقد يكون بس انه مجرد واحد يعني انه احنا ما وقعنا انه كجهاز ما وقعنا انه كثرة السكاكين وكثرة الحكي. بالعكس احنا يعني كلنا ثقة وعارفين شو بنشتغل. كان بإمكانه كابتن عدنان زي ما حكيت يقعد على المنصة وما يتدخل، وكان قدامنا يعني احمد هاي وكان قدامنا علي الصيفي ونخذهم.